طبعا لدينا عقود طويلة الأجل فما تأثرنا بتذبذب أسعارنا، والمشاريع مستمرة عندنا في الوقت الحالي يعني 1200 ميجاوات من الفحم النظيف، عندنا 200 ميجاوات في الطاقة الشمسية، وعندنا 700 ميجاوات توسعة جبل علي، هاي التوربينات غازية. حزمة من المبادرات والحلول، ولكن لا ينظر إليها على أنها في مستوى حجم التحديات التي طرحت هنا في حضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة. النظرة الشمولية لدولة الإمارات للمحافظة على الطاقة، النظرة بعين الاهتمام من القيادة السياسية بتوجيهنا إلى أن توفير الطاقة للأجيال القادمة. إجراءات عملية وتشديد على الحاجة إلى تحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية فاعلة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وعلى رأس الأولويات التصدي لتغير المناخ. إيه العلاقة ما بين الطاقة المتجددة والمناخ؟ لها اسم آخر وهي الطاقة بسموها الطاقة النظيفة، Clean Energy. هذه الطاقة النظيفة طبعاً هتكون عامل من العوامل اللي هيساعد على قرارات مؤتمر باريس، إن إحنا نريد مناخ جيد ومناخ يكون البيئة فيه تكون أولوية جميع الأعمال اللي بنأديها إن شاء الله. إجماع هنا على أن الطاقة المستدامة باتت الخيط الذي يربط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي دون شك تنتظر جهوداً لا تتوقف عند حدود القمم. في قمة مستقبل الطاقة بأبوظبي، لهم هنا يثقل كاهل الفاعلين غير مستقبل هذه الثروة الحيوية، هم يدفع الفاعلين والشركاء نحو البحث المتواصل عن حلول فعالة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والنهوض بالوسائل البديلة لإنتاجها وفي مقدمتها تطوير الطاقات المتجددة. مصطفى سكحال، الحرة، أبوظبي.